تاريخها، على أول كروع حصل كذا. والغريب أيضا أن ابتداء قصة بني إسرائيل بسورة البقرة هنا كان فيها بيان أن العقل إنما يكون مرسما إذا التزم به الطرفان، أنه قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وعوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. معناه أنه إذا أخل أحد الطرفين بالعقل كان الآخر في حل من العقل، ولهذا قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدي. كذلك من الغريب فيها أن بني إسرائيل على ما فضلهم الله به وأنعم به عليهم من أنواع النعم كانوا قوما مهتدين لم يحسنوا الأدب مع الله ولا مع رسوله. خطبوا موسى بهذا الخطاب الذي هو غاية في سوء الأدب معه هو رسوله، وفي غاية سوء الأدب مع الله قال لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. قالوا لن نؤمن لك، فالإيمان ليس لنا. هم يفهمون الإيمان على أنه تقرب لموسى وقضاء حاجة لموسى، لن نؤمن لك. وأساءوا هذا سوء الأدب مع موسى، ثم أساءوا الأدب مع الله قالوا حتى نرى الله جهرة. وموسى هو نفسه لما سأل الله قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. ولذلك أخذتهم الصاعقة عندما سألوا هذا السؤال الذي هو غاية في سوء الأدب وهم ينظرون. معناه أن الصاعقة في العادة من ضربته الصاعقة يغمى عليه بأولها، لكن هؤلاء بقوا ممتعين بعقولهم وأبصارهم حتى تقوم عليهم الحجة، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. وهذا هذه الجملة وهي وأنتم تنظرون تتكرر في قصة بني إسرائيل كثيرا، لأنه في قضية غرق فرعون وجنوده قال وأنتم تنظرون ليجدوا حلاوة الإسلام، فقامت عليهم الحجة بكل ذلك. وشأن البقرة هنا يذكرنا بالواقع الآن، هم الآن يزعمون أنهم سيذبحون 3 بقرات حمراء لا شية فيها، لو كانت فيها شعرة واحدة مخالفة للونها لم تقبل ولا تصلح لأي عمل، ولو ركبها أي طفل أو احتلب منها أو أي شيء لم تصلح لهذه هذا القربان الذي يزعمون. وهم كاذبون في ذلك، حرفوا كل شيء حتى لون البقرة، والبقرة التي أمروا بذبحها ذبحوها وما كادوا يفعلون في أيام موسى عليه السلام. فلذلك هذا من تحريفهم الدائم لكلام الله سبحانه وتعالى. أما تطمعون أن يؤمنوا لكم هذا مأيس منه زمن النبوءة صدر الأول والله ماشي أن يأتي عيسى عليه السلام دائما بالنسبة لليهود قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سورة الترمذي لو آمن بي من اليهود 10 لآمنوا كلهم. مكث النبي صلى الله عليه وسلم معهم يدعوهم إلى الله منذ بداية البعثة 13 سنة بمكة، ثم هاجر إلى المدينة وكان فيها بطون اليهود 3 بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير، فمكث يدعوهم أيضا هذه المدة الطويلة ومع ذلك ما آمن بهم من 10. الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من اليهود عبد الله بن سلام وابن خيرين وأم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب وشخصان آخران فيهما خلاف. فاليهود قوم بهت، لكن ذراريهم أسلم بعضهم كمحمد بن كعب القرظي الذي هو من خيار التابعين ومن المختصين في تفسير كتاب الله، وقد سقط عليه مسجده هو وطلابه جميعا فماتوا في وقت راح رحمهم الله. فقليل جدا من اليهود من يؤمن. ولد محظور هذا نعم قالوا اطيح بالقاس نعم كذلك هذا من سمع النبي صلى الله عليه وسلم بولد من اليهود محتضر في المدينه فذهب لعيادته وخرج معه سعد بن ابي وقاص، فلما اتاه وجده في السياق
فقال قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فرفع رأسه إلى أبيه يستأمره فقال قل ما أمرك به أبو القاسم. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. إني جاعله في الأرض خليفة. هذه الخلافة عامة ولا خاصة ولا غير عام وخاص؟ بالنسبة لاستخلاف آدم عليه السلام وذريته في الأرض بيان أن الله خلق لهم ما في الأرض جميعا كما سيأتي بعدها في السياق نفسه الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال ابن عباس إما انتفاعا وإما اعتبارا وإما اختبارا. كل ما في الأرض خلقه الله لبني آدم، إما انتفاعا كما ينتفعون به من المأكولات والملبوسات والمشروبات والمسكنات ونحوها، وإما اعتبارا كما لا نفع فيه ولا ضر مما يكون في الأرض، لا نفع فيه للناس ولا ضرر. كثير من الحشرات والحيوانات البرية والبحرية والنباتات لا نفع فيها ولا ضرر بالنسبة للبشر، لكن خلقت اعتبارا للذكرى والعبرة وهي قوت القلوب. فلذلك يحفر الإنسان في بطن الأرض فيستخرج دودا أو حيوانا يتعجب من أين يأتيه الأكسجين ومن أين يأتيه الغذاء، فيكون ذلك زيادة إيمان بقول الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وإما اختبارا وهو ما خلق الله في الأرض مما فيه ضرر كالسموم والأمراض والأوبئة ونحوها، هذا خلقه الله لمصلحة بني آدم، والمصلحة فيه هي الاختبار. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وهذا الاستخلاف طبعا ضاقت آدم عليه السلام لم يعمر إلى نهاية الدنيا، هو الخليفة الأول وذريته لم يعمروا كذلك، وكل جيل يسلم ما مكنه الله به لمن يأتي بعده. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا عليكم الأمثال. فكل جيل يخلف الجيل الذي سبقه، وبعضهم يمكن الله له ما لم يمكن لمن سواه، كعاد مكن الله لهم ما لم يمكن لثمود من بعدهم، وكان ذلك في إدارة صالح لثمود، وهكذا كذلك في إدارة هود لعاد أنهم مكن لهم ما لم يمكن لقوم نوح. تفضل. وإذا أخذنا ميثاقكم ورقنا فوقكم ثم آتيناكم بقوة وثبات لعلكم. هذا الميثاق الذي أخذ الله على بني إسرائيل ميثاق منوع، ولذلك جاء في هذا السر أربعة مواثيق وإلى الآية فيما قرأنا الآن هذه الآية. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وبعدها الآن سيقرأ علينا الشيخ وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا إلى آخره. ثم الميثاق الثالث وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم. ثم بعد ذلك جاء الميثاق الرابع وهو إذا أخذنا ميثاقكم وأرقاكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. هذه أربعة مواثيق أخذها الله على بني إسرائيل وكل في سياق معين وتحت ضبط معين. ميثاق الأول رفعنا فوقكم الطور نتق الله الجبل حتى كان غلة فوق رؤوسهم على قدر معسكرهم، وهكذا بكل المواضيع. نعم. وهم شعل هذا السبب التقوى وهي خلنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. لا لا لا، المقصود أن هذا لو أخذوا بذلك لنالوا التقوى. التقوى هي اجتناب ما نهى الله عنه وامتثال ما أمر به، فلو فعلوا ذلك لاتقوا، لكن لم يفعلوا. تفضل. مثلا ما بعوضة مما فوقها، هذا لما نزل في سورة الحج قول الله تعالى يا أيها الناس ضرب مثلا تستمعونه إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هزئ المشركون بهذا في مكة وقالوا رب محمد الذي يزعم أنه هو الكبير المتعال يضرب مثلا بالذباب. فرد الله عليه بقوله إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة ما فوقها. كل ذلك أبقى في الخلقة بعوضة أصغر شيء ثم هو
وما وقع فيضرب به وكل شيء